السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو. غادي نهضر لكم فيها على ليفينمون موروكو موتيفيشن شو، ولكن قبل من هذا غادي نقدم لكم راسي. سميتي كريم كانوت وانايا كوتش فورماتور كونفيرونسي اي كرونيكور راديو اي تيلي. غتقدروا تكونوا شفتوني في واحده من البرامج اللي كتشوفوا دابا. وفي 2017 بديت واحد ليفينمون سميتو موروكو موتيفيشن شو، اللي كنجمع فيه احسن لي سبيكر اللي كاينين في المغرب باش كيجيو كي انسبيريو كي موتيفيو وكيعطيو القصص ديالهم للناس اي سورتو لي جون ستوديون. وفي هذا الشهر هذا غادي نديرو كارافان ديال موروكو موتيفيشن شو، فيها 6 لي زيديسيون في 4 ديال المدونه اللي هما قنيطره سلا الرباط وكازا. وغادي نبداو من مدينتي اللي هي مدينه القنيطره نهار 24 جوان في مجلس الجهه مع الجوج ديال العشيه. وغادي يكون معنا حكيم السمامي اللي هو لو فونداتور ديال لي جون ليدر ماروكان، اللي هي اون اورغانيزاسيون نون غوفيرنمونتال اللي كاينه في تقريبا جميع المدارس العليا والجامعات ديال المغرب. غتكون معنا ايضا نسرين الكتاني اللي تعرفت مؤخرا بالفوز ديالها بجائزه ملكه جمال محجبات العرب، باش تهضر لينا على تجربتها ما بين العمل الجمعوي والانساني وما بين القرايه ديالها في الدكتوراه. غادي يكون معنا الياس بن عرويه، هو من احسن الناس اللي تنعرف في المغرب، اللي هو رئيس جمعيه انوال اللي تيدير حوايج اكستراوردينير، وهضر لنا على التجربه ديالو هو والتجربه ديال بعض الشباب اللي دازوا معاه في الجمعيه في البرامج التعليميه، وكيفاش حتى قدروا ينجحوا في الحياه ديالهم التعليميه والمهنيه بفضل العمل الجمعوي. واخيرا بالنسبه للناس اللي بغاو يكتشفوا او لا يعيشوا تجربه ديال التنويم المغناطيسي، غادي تشوفوه لايف مع ايبنو مهدي اللي هو واحد من اشهر لي زيبنوتيزور اللي كاينين في المغرب. اي بيان ايفيدامون غادي نكون معاكم حتى انايا باسكو جو سوي لو هوست ديال ليفينمون، وغادي يكون عندي حتى انا سبيتش في ليفينمون. دونك الا بغيتو تحضروا معنا بعد غدا الاربعاء 20 جوان، غادي نبارطاجيو مع 8 ديال العشيه لي زانفيتاسيون في الكونت ديالي، في الكونت ديال كوتشا.ما، وفي لي كونت ديال لي باج ديال قنيطره. دونك دخلوا وحده في هاد لي كونت هادو ولي باج باش تقدروا تعمروا لو فورمولير بالزربه وتخرج لكم لانفيتاسيون في لادريس ايميل باش تحضروا معنا، لان لي بلاصي سون تري ليميت. دونك نتلاقاو نهار 24 جوان في مجلس الجهه مدينه القنيطره.